الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من مواقف رسول الله التي فيها موازين لضبط قواعد التعامل مع الأهل ومع الزوجات، تحكي لنا سيدة صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، لما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج للحج حجة الوداع استصحب زوجاته كلهن، وهن 9 زوجات، وهذا ليس بالهين وليس بالسهل. لما خرجنا معه سيدتنا صفية رضي الله عنها وأرضاها جملها مرضة في الطريق وأعيا، فخافت أن يتعثر ذلك بها فيؤخرها فترجع إلى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ردوها إلى المدينة ونمشي، وهي تريد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأخذت تبكي، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي، وكانت هذه ليلتها، جاءها عليه الصلاة والسلام فقالت فأخذ يمسح دموعي بكمه، يأتي بكمه فيمسح دموع سيدتنا صفية، تقول ولكنني ما ازددت إلا بكاء. هكذا ربما المرأة إذا انفجرت بالبكاء ما عاد تعرف تسكت، فأخذ يهدئها يسكنها ما تزيد إلا بكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآها تبكي ذهب وقال ما افعلوا معها شيء، يعني شوفوا لها حل هذه المرأة. فتقول السيدة عائشة جاءت تهديها، فقال تقول للسيدة عائشة يا عائشة خذي ليلتي ولكن أريد حل. فدخلت تقول السيدة عائشة لبست ثيابي ودخلت على رسول الله في ليلتي هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يريد أن يستريح في هذه المنطقة، لكن لما بكت السيدة صفية وتعب جملها وبكت اضطر أن يقف. تخيلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيد أهل الشهامة والمروءة والشجاعة، لأن بعض الناس بعض الرجال يظن أنه إذا تغلب على المرأة، إذا مشى رأيه على أنف المرأة على رأس زوجته، أن هذه هي الرجولة. النبي عليه الصلاة والسلام راعى لينها وراعى حزنها على جملها، فوقف الوفد كله، هم 10,000، فوقفوا في مكانهم يستريحون، والنبي عليه الصلاة والسلام، فدخلت السيدة عائشة قال من هذه؟ قالت عائشة قال هذه ليست ليلتك يا عائشة، قالت ذلك رزق الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هي أعطتني ليلتها، لأن صفية مع حزنها قالت لعائشة خذي ليلتي أنت بدلي، فأعطتها ليلتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ادعوا زينب بنت جحش بنت عمته وزوجته رضي الله عنها وأرضاها معروفة، فجاءت فقال لها يا زينب أنت معك جمال، لما كان شاء الله سيدتنا زينب كانت غنية ميسورة الحال ومعها شيء من الجمال، فقال احملي صفية على جمل من جمالك. قالت أنا أخذ هذه اليهودية. الله أكبر، غضب صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه، شوفوا سماحته لينه رحمته، لكن عند هذه النزعات التي تسبب النزاع تسبب الخلاف مداخل الشيطان، غضب صلى الله عليه وسلم كيف تقولين هذا يا زينب، شق عليه ذلك وأعرض عنها ولم يكلمها طول الحج إلى أن رجعوا إلى المدينة، وبقي شهر شهرين وهو لا يكلم زينب على هذه الكلمة التي قالتها في حق أختها أم المؤمنين صفية، تقول عليها يهودية، هذه كلمة كبيرة، لماذا تجرحها بهذا الجرح؟ هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل. حتى أن السيدة عائشة مرة لما صار بينها وبين السيدة صفية شيء من الكلام وتفاخروا عليها، لأن هي من أصل يهودي، وهذه بنت أبو بكر، حفصة بنت عمر، تفاخروا عليها، فصفية جاءت منكسرة عند النبي، ما قالوا؟ قالت يقولون عني كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولي لهم أيكن زوجة نبي وأبوها نبي وعمها نبي، لأن السيدة صفية زوجها رسول الله، وأبوها هارون يعني جدها سيدة هارون، وعمها سيدنا موسى، ففرحت وجبر خاطرها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يجبر الخواطر ويقف عند الحق. أسأل الله أن يؤدبنا بآدابه وأخلاقه، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. على خطاك.
لك يا نبينا نسير قصص بها زير الحبيب بذكرها القلب يطيب بها عطات وعبر جاء بها خير البشر جاء إلينا رحمة ومنقذا ومعلما هذا الحبيب المصطفى.